السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع نتاع الطريق السريع اللي يربط مدينة الجزائر العاصمة بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وكذلك الطريق نفس الطريق هذا سوف يكون اون فوا دو كونتورنمون، طريق باش نتفاداو الاختناق على مستوى عين الله، ويربط العاشور مباشرة بسطوالي بدون المرور على عين الله، وسوف نوضح هذا في الخريطة نتاع مدينة الجزائر العاصمة. إذن نذهب إلى مدينة الجزائر العاصمة لكي نوضح، نشاهد الطريق هذا ونوضح الأمر هذا. إذن هنايا رانا في المنطقة نتاع جنوب العاصمة، وهذا الطريق يبدأ من منطقة العاشور باتجاه سيدي عبد الله، المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. هنا رانا في منطقة العاشور، وهذا ملعب 5 جويلية. هنايا نشوف أنه الطريق يبدأ من هنا، شوفوا هنا هذه المنطقة اللي راهي اون تيراسمون، في عملية تاع تيراسمون وتراساج نتاع لا غاليري نتاع الطريق هذا اللي راح يبدا هنا على مستوى العاشور، هنا البناية تاع الصحراوي. إذن الطريق يبدا من هنا ويربط بهذه المنطقة، وهنا نتفادى ذهاب إلى عين الله للدخول إلى ديل إبراهيم والولوج إلى شراقة. إذن الطريق يجي من هنا ثم يلحق للرومبوان هذا باش يمر لهنا، نتفادى الرومبوان تاع عين الله. وهذا الطريق هذا فيه جسر عملاق بطول 430 متر. هنا الجسر هذا نشوف عملية نتاع وضع الأساسات إزابوي هنا نتاع الجسر هذا اللي يبدأ من هنا ويجي حتى لهنا ويمر فوق الرومبوان هدايا لي يذهب إلى هنا، إيفا فينير هنايا هاد المنطقة، وهذا طول نتاع 400 متر هنايا. إذن وفيها يعني الأشغال هادي، وهذا الطريق إذا استمر سوف يصل إلى منطقة هادي هنا إلى هنا إلى هذه النقطة. هذا الرومبوان يكون فيه هنا محول، لان الطريق هذا راح يكون طريق سيار، وهنا يكون محول ان روزاس تاع 4 اتجاهات. اذا يوصل هنا ثم يستمر الى هنا الى النقطه هذه ليصل الى المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله من هنا نحو هنا ما يسمى بالبولفار الجديد تاع سيدي عبد الله لنصل الى مدينة سيدي عبد الله. وهنا لو كان نشوف نبين هذا ب يعني فيزيون جلوبال، ناخذ نظرة شاملة على المشروع هذا منذ البداية نتاعو الى النهاية ديالو. سوف نبينه بالخطوط كما يلي. إذن نقطة الانطلاق تكون من هنا، هذه هي نقطة الانطلاق، ثم يمر هنا ثم يأتي إلى هنا إلى حدود المنطقة هذه، ثم إلى المنطقة هذه، ثم يرتبط بالطريق اللي راه قيد الإنشاء على مستوى المدينة الجديدة نتاع
سيدي عبد الله هنا. إذن هذا هو الطريق كيف يظهر هنا في الخريطة، والطريق هذا فيه 14 كيلومتر، وسوف يسلم في غضون بضعة أشهر، يسلم الجزء الأول نتاعو اللي يربط مدينة منطقة العاشور بهذا المحول هنا اللي فيه 2 كيلومترات، سوف يسلم في يعني السداسي الأول من سنة 2023 في بضعة أشهر، ثم تستمر الأشغال إلى حدود المدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله هنا. هذه هي المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وهذه مدينة الجزائر الوسطى، مش الولاية كل لكن المدينة نتاع الجزائر هنا، ويكون الاتصال بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله اللي تبعد عن مدينة الجزائر بحوالي 14 كيلومتر. إذا هذا هو الطريق، و يعني في نهاية هذا الفيديو هذا العرض نخليكم مع الصور الموجودة عندي اللي سوف أنشرها مع هذا الفيديو، واللي تتعلق بهذا الجسر، الجسر هذا العملاق اللي فيه 430 متر اللي راه قيد الأشغال، ويعني بدون ما نذكر المشاكل اللي نتعرض لها المشروع هذا، واللي ممكن تعطل المشروع بسبب لا ديفياسيون تاع لي لين او طونسيون تاع الخطوط الكهرباء العالية الضغط اللي فيها دي بيلون عاليين كبار، ومش ساهل باش الانسان يقدر يديبلاسيهم، لازم نتفاداوهم، والحماية نتاعهم حماية تاع الاساسات نتاع لي بيلون هادو تاع الاخر. كذلك فيه بعض الاشغال نتاع لا ديفياسيون نتاع لي ريزو ديفير، بعض القنوات نتاع اللي تاع المدينه، يعني لان فيه سكنات وفيه قنوات صرف مياه وكذا، فيه قنوات كثيره، راه قضيه لا ديفياسيون تاع هذا الريزو هادو راهي جاريه. وكذلك بعض الاماكن ممكن يكون فيها قضيه تاع نزع الملكيه، كذلك فيه بعض الأماكن. المشروع هذا سوف يطول في السنة المقبلة وحتى 36 شهر إلى سنتين أو 3 سنوات لاكتمال مشروع على مدى 14 كيلومتر، لأنه لا ننسى بأن هذا طريق سوف يكون فيه طريق سيار، إذن يربط الجزائر العاصمة بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. أترككم مع الصور تاع الجسر العملاق هذا، وبعد الصور تاع الأشغال اللي راهي جارية على مستوى العاشور.